يا اهلين وسهلين. امور شو بتحب نشربها؟ دوينا شاياتك. ايه على عيني. وغيره؟ شو في عندك غيره؟ أرجيلة مثلا. لا بحبها ولا بطيق ريحتها. مثل ما بدك. معلم مرني بدي اسالك، نظافة الزعيم وين صارت؟ خير شو بدك منها؟ لا يا طيب، ما حبيت السؤال منك. لك لا مو مشان شيء، بس مشان ما تخربت فيها يعني. انت لا تخاف، دلني وانا ما راح خربت. اذا مشان تشوف الزعيم، الزعيم شوي طلع من الحارة. ايوه لكان دوينا شاياتك. يلا على راسي. لك يا ابو فايز، ليش ما بدك تفهم علي؟ الجواز لا هو عيب ولا هو حرام، بس بالقوة ما بيصير. لك ما اختلفنا، انا ما طلبت الا بشرح الله، وابوها بشكلي قال لا وخلصت القصة. يعني شو بفهم منها؟ خلاص اخي، انا لا عطالب فيها البنت ولا عاد بدي اياها بنوب. شنو ما بدي حدا يزعل مني، لا انت ولا غيرك ولا حدا من الحارة ولا بشكري ولا حتى البنت هي ذات نفسها. وحط براسك انه ابني بده يتجوزها. خلاص اخي، عم اقول لك ما عاد بدنا اياها للبنت ولا عاد طالب فيها، وراح اقول له للشيخ يطلب لي بنت تانية. ومين حاطت براسك بلا زغرة؟ المستورة نرجس. نرجس شو كمان حرام اطلبها؟ لا هو لا حرام ولا عيب، بس في غيرها بده يتجوزها وسبقك عليها وطلب ايدها كمان. مين ها سيدو؟ زعيمك عاصم بيه؟ هو بذاته. ليش في غيره؟ بقى اعترب عليها مشان ما يزعل منا. طيب مين في حدا غيرها؟ ما في حدا بالحارة. لك يا أب فايز، بنات الحلال ما في أكتر منه. لقيني بزنارك وصبحي، دلني على وحدة منهم. بناته، بناته لعاصم. شو نسيان انه عنده وحدة أرملة وحدة مطلة؟ خد لك وحدة منه. شلون سيدو؟ طلب وحدة منه، وعاصم ما بيقصر معك بيعطيه. هيك قولا؟ ايه تعا، تعا بلشني بالنقرة تعا. يلا رح أبلش. إن شاء الله ألف مبروك يا حق. الله يبارك فيكي، وما تنسي تجيبي معك بنتك سلمى، لأنه لهلا ما تشرفنا بمعرفتها. إن شاء الله لما بتروحوا لبيت أبو طاهر بتتعرفوا عليها. يو يعني ما بدك تجيبيها على العرس؟ لا إن شاء الله بجيبها. شو أم محفوظ؟ شايفتك مو على بعضك. شلون بدي يكون على بعضي وابني؟ وحدي الله يا أم محفوظ، وحدي الله. الحمد لله أنه هو بخير وما صابه اللي صاب شباب الحارة. والله 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 عم يحترق قلبي وأنا عم شوفه بهالحالة. يا لام تعال. خلصنا بقى أم محفوظ، خلصنا بقى. يعني لا تعترضي على حكم الله اللي نحن كلياتنا ملكه. ألف حمد وشكر لك يا رب. لكان أمي ساوينا فنجان قهوة حلوة. أكيد مو أحلى منك تقبريني على عيني. الله يصبرها. آمين يا رب. يا رب فرجك قريب وقصدك ما بيخيب يا الله. يا رب الله يفرج على الجميع. هو اعترف بقتل الدرك الفرنسي في حارتكم زعيم. طيب سيدنا ما عرفتوا ليش قتلوا؟ يزعم أنه انتقم لموت ابنه شكري الذي قتله الدرك في أرض المعسكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهي شو حكمة سيدي؟ شنق حتى الموت. لا 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 لا، الله يصلحك يا أبو شكري على العملة، الله يصلحك. سيدنا لا تأخذني بالسؤال، يعني حضرتكم أخذتوا منه الاعتراف هيك بالرواء ولا كان في ضرب وتعذيب واللزم منه؟ نحن لا نعذب أحد عاصم بيك، هو اعترف من تلقاء نفسه. لا لا أنا بعرف، بعرف إنكم حقانيين وما بتظلموا حدا. سيدنا بس بعد إذنك يعني بقدر أشوفه هيك دقيقتين بس؟ أكو كما تريد عاصم، ولو أنك لن تستفيد شيء لأنه سيشنق بعد يومين. سيدنا بس يعني بشوفه هيك شوي، بودعه بشوف إذا لازمه شيء بعد إذنك. يلا بالإذن سيدنا. دوني موالا مغارسل توبلي. قلنا لحالنا انت ما اجيتي لعنا تتعرفي علينا، نحن منجي لعندك ومنتعرف عليك. يا ميت اهلا وسهلا، نحن منتشرف فيكم. ايه بس هيك ما بيكفي، لازم تجي لعنا على البيت وتزورينا مشان نحتفل فيكي. ايه منتشرف والله.
انتو دريتوا شو صار بالحارة؟ ايه والله درينا، مشان هيك جايين نحنا نخفف عنك، وحابة اعزمك على عرس ابني عامر على بنت اخي هيام، مو هذا الخميس، الخميس اللي بعده ان شاء الله. والله نحنا منتشرف، بس يعني بدكم ما تأخذوني، انا ما بقدر اجي اذا ما طلع جوزي من حبس السرايا. اصيلة يا ام شكري، اصيلة. الحمد لله رب العالمين. انتي مروة مو هيك؟ ايه انا مروة. ايه الله يرحم جوزي. تعيشي. الله يرحم جوزك شكري وابن عمك زيدو. امين. الله يرحمنا كلياتنا طيبين ميتين. امين يا رب العالمين. إلا كان مروة قومي اعملي لنا فنجان قهوة من تحتياتك تكون حلوة. من عيوني التنتين تكرمي. ما شاء الله ما شاء الله على هالطول وهالقوام. ما شاء الله حولها بنتك شو حلوة. يحلي ايامك ان شاء الله. دخلي بنتك بلشت تنسى جوزها؟ حدا بينسى عشرة عمره؟ لا والله ما حدا بينسى ايام. وبنتي هيك ما نسيت جوزها وباينتا ما رح تنسى بي. لا ان شاء الله بتنسى. انا رح اعمل كل جهدي لحتى خلصك هالشر. وهلا هالدكه طالع لعند الكومندان خليه طالعك من الحبس اخي حتى لو دفعت له غرامه. غرامه شو؟ احسن ما يعلقوا مشناتك يا ابو شكري. تفعله واطلع. لا حبيبي لا هيك بتثبت علي. بس التهمة ثابتة عليك ثابتة يا صاحبي. شلون ثابتة ثابتة وانا ما دخلني بشي؟ هن ما بيعرفوا هالشي، ما بيعرفوا. كل شي بيعرفوا انه لاقوا الفرد عندك بالدكانة وانت اعترفت بالشي. خلاصة شو طلبك عاصي؟ ما فهمت علي. شلون بدك تطالعني منها؟ والله انا ما بدي شي، انا جاي اخدمك هيك لوجه الله تعالى. ايوه برجع بقول لها خلينا نحكي على بساطة احمدي. شو بدك مني لتطالعني منها؟ مثل ما طالعت اخي الزعيم من وحده مثل حكايتها. وانت كمان ريت فيها؟ طبعا. هات لشوف. قديش بدك لتطالعني؟ والله يا ابو شكري انت متهوم بقتل دركي. قديش بدك لتطالعني؟ ليك انا ما بدي شيء والله، ما بدي شيء بنوب. لكن مين بده؟ شو بدها فخرية خانم؟ أنا جاهز. بدها تسجل لك كل شي وردته من أخوك على دوز بارة. أوف بس هيك؟ هذا حقه يا أبو شكري حقه. ماشي أنا موافق. جيب لك كاتب العدل ولا بتروح لعنده بس طلعت من هون؟ لا 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 بس اطلع أنا بروح لعنده براسي. أبو شكري باطل؟ هدول بيكونوا على حرمي إذا ما بروح لعندها وبكتب لها كل شيء وردته من أخي. لك أصيل، أنت رجال أصيل يا بيك، وما بتخون كلمتك ولو كان على قطع راسك. أنا بعرفك. السلام عليكم. عليكم السلام. شو بقى التاني؟ إله حصة قاعد لحاله. ينباع بالعزاء، شو بدنا منه؟ شلون ينباع بالعزاء؟ لازم نعرف بشو عم يفكر. هذا قرايبه لبيت أبو ناصر، منشان عاصم بيك قاعد كل شي عنه. ما بيهمنا أمره. بري؟ شو هو؟ أنت زعلان منه شي؟ لمين؟ لعاصم بيك. وليش بدي زعل منه؟ والله مو زعلان منه. لك ليش بدي زعل منه؟ شي؟ شنو بدي يتجوزها؟ لمين؟ ليالي انت ميت عليها. لمين؟ شيل السكينة لك بري، شيل السكينة. عملك لمين؟ خلاص بعيد السكينة على رأسك. عملك لمين؟ لنرجس. شو بدك يا فايز؟ مثل ما عم اقول لك هلا كان صبح الفرار عند مني وهو خبرني. هو هيك هلا ولا انت عم تكذب علي؟
مثل ما عم لك هلا كان عندي مني وقشيت له دانو وخبرني انه عاصم بيك خطب على نرجس واذا مالك مصدق سالت داي فايز مالك مالك بتعرف اذا كلامك بيطلع مظبوط بتعرف شو بدي اسوي فيك وبعاصم وبالحاره كلها دعي لربك انه كلامك يطلع كذب ان شاء الله ان شاء الله بيضح من حالك يا فايز شو انك كتير غلبي نعم انا ليش لحتى خبره هلا بهيدرا عاصم بيك انه انا خبرته رح يزعل مني يوم عاود يجوزني وحده من بناته يعني شو بدي ببناته انا بدي بنته لو بشكري بدي اجوزها وبعد منها طلقها وزله لا بشكري من يسار كلام ابو فايز مزبوط ولا مو مزبوط؟ ليش ابو فايز شو درى؟ لك جاوبي على قد السؤال عاصم طلبها لنرجس ولا لا؟ ايه ايه بده يتجوزها وانت منين سمعتي هالحكي؟ من الست فخرية انت متأكدة؟ ايه ايه لك عم متأكدة ايه ماشي ماشي يا عاصم الزفت ماشي فايز الحلاق هو الذي قتل الدركين؟ والله هيك الظاهر أنا أكدوا لي إنه شافوه بنفس الليلة ماشي بالحارة وحامل الفرد يعني مشان هيك سيدنا أنا بشوف إنه دغري بعتوه لدورية مسلحة وش حطوه من نص دكانته وبس جبته لهون لعندك راح يعترف دغري لكوه لكوه بس بدكن ديروا بالكم منه كتير ها لأنه هذا واحد مثل التعلم بيكذب دائما يعني ما تستغرب أنه يتهمني أنا بهالشغلة حتى لو قال ذلك نحن لا نصدقه أبدا وأنت الصادق فقط والله أنا حبيت بس حطكم بالصورة يا جناب الكومندان دكوخ دكوخ كمان هيك في إيري طلب تاني عندك بعد إذنكم ما هو؟ يعني مشان ما نظم لأبو فايز حرام تقدروا تاخذوا بصماته وتطابقوه على بصمات الفرد اللي اخذتوها ايه طبعا سنقوم بذلك وقد طابقنا البصمات التي كانت على الفرد مع بصمات ابي شكري فلم نجدها مطابقه ايه معناتها حكي ابو شكري مزبوط ربما يا سيدي هذا شغلكم انتم بتعرفوا فيه بعدين في شغله ثانيه يعني هذا رئيس الكراكون انقلوا لنا اياه غيروه مشان الله لماذا تريد نقله مسيو عاصر لك عم يشتغل مع اهل الحاره عم يغطي عليهم مشان السلاح هل أنت متأكد مسيو عاصم؟ معلوم وإلا ما كنت حكيت لك اللي أكد لي إياه نجيب هذا مساعده بالكراكون لك خلاص سيدو خلاص لك شو ساوي؟ لك إذا شو؟ هرك يلا يلا هرك سرع شو ليش أخدينه؟ والله علمي علمك أبصر شو عامل بس ما بيصير لازم نساعده لك بالنايس من هيك زلمي لا يا أبو محفوظ لا هذا أبو فايز؟ لك يضرب هو اللي جابوه لعنا شيخ محفوظ؟ هدول الدرك هيك عم يتبلوا الناس وكل كام يوم بيجوا بياخذوا واحد من الحارة قربت ناصر قربت الله خلصنا منهم على أهون سبا آمين آمين يا رب شربنا شاب يلا ايه شو صار معك؟ خدي مني يا بنتي سلم هالإيدين يا عمي قلي لي شو صار معي؟ خلص أنا موافقة عم تحكي عن جد؟ فضحتيني الله يرضى عليكي الله يرضى عليكي من فوق خلينا نروح بشير مرت عمي بموافقتك يلا خاطرك مع السلامة عمي مع السلامة مشان تعرفي قديش بتحبها لمروة يا مو التهي بشغلك التهي هل بتحبها؟ ايش بها مروة؟ ايه والله حلوة وناعمة وبنت عالم وناس ما اختلفنا بس انا بدي اخذ لي لناصر بنت بنيت مو ارملة فتخي الارملة اللي مو جايبة اولاد مثلها مثل البنت لا مو مثل منو بعدين هي بنت عمي مشان الله مشان الله ارحميني خلاص خلاص انا نقي له اللي بدك اياها انت بس المهم اني بقلبي صفحة انا مشانك ومشانك عم بقول لك اقلبي صفحة بترجاكي خلاص قلبتها ليش هيك عم تزتي صحون ما زتيتهم
جابك لهون ما قلت لي؟ ما بعرف يا شكري، ما بعرف يعني مالك قاتل دركي مثلي؟ لك لا قاتل حدا ولا قالش حدا، شو عم تحكي سيدو؟ شو عم تحكي؟ بسيطة بسيطة شغلتك، هلا بخلوك تعترف انك قاتل 10 درك. شو بدي اعترف وانا مالي قالش حدا؟ تعترف بالقتل؟ شلون؟ بالقتل بساط الريح. بساط الريح؟ عود. لك شو عم تحكي سيدو؟ عود عود. ولي على قامتك يا فايز على هالورطة. عود. اي نعم سيدي. هو اعترف انه عاملها وقاتل الدركي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب ليش اخذوا ابو فايز؟ ما بعرف شو عامل هذا التاني، ما بعرف. يعني معقول يكون ابو شكري هو المعترف عليه؟ شو يعرفني؟ بكره رح روح وشوف شو عامل. والكومندان شو قال لك مشان ابو شكري؟ يعني شو بدهم يسووا فيه؟ الكومندان كان مستغرب. زحل عقله، يعني انه شلون ابو شكري بيعترف انه هو اللي قتل الدركي؟ مع انه البصمات اللي على الفرد مو بصماته بنوب. يعني اخذوا فايز ليتاكدوا من بصماته؟ يمكن ياخذونا كلياتنا واحد واحد. يا الله يستر ما يجرجرونا واحد واحد على السرايا. زعيم معقول كل هالقد الدركي له وزنه؟ لك يا ابو صالح العسكري عندهم اهم من اي واحد فينا، مشان هيك بيقوم الدنيا وما بيقعدوها اذا كان قتل واحد منهم. اللهم انت رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا. على كل حال باذن الله من هون لبكرة الصبح أبو شكري بيطلع براءة. وليش هيك متأكد زعيم؟ أنا قلت له للكومندان، يعني إنه شلون يعني بتحبسوه لواحد بصمات الفرد ما له علاقة فيه بنوب بنوب؟ قاموا عدني إنه يطالعوه بس يعرفوا مين القاتل. هلا هو هيك قال لك؟ إيه هيك قال لي، ومثل ما شفتوا بدوا ياخذوا الناس على التحقيق واحد واحد، وأكيد راح ياخذوك أنت كمان أبو صالح. أنا؟ ليش زعيم؟ يا علينا والله مالي عرفان شو بدي ساوي. أنا عم نبهر لا تعترف بشي ما سويته، لأنه هدول الجماعة بيحاسبوا على الكلمة. يا علينا والله مالي عامل شي، صدقني مالي عامل شي، صدقني بري. قد ما قتلوك لا تعترف، حاكم بعرفك متى ما فلت لسانك بتحكي شي صار وشي ما صار، فهمت؟ طيب إذا ما اعترفت بشي بيطلعوني من الحبس برجعوني على بيتي؟ طبعاً، على شو بدهم يخلوك إذا ما اعترفت على شي؟ بس بدك تقعد عندهم يومين ثلاثة لبين ما يصدقوك. لازم يصدقوني، لازم يصدقوني سيدو لازم. هلا بيني وبينك شو عامل؟ شي لسه باللي عامل شي مو عامل شي، صدقني مالي عامل شي يا أخي، والله مالي عامل شي. صدقتك صدقتك، أصلا هي مو محرزة الحلفان، ولو بتحلف لهم ألف يمين ما رح يصدقوك. ولي هي سمتك بقى، راجع حالك شو عامل مع الناس لحتى الله بلاك البلوي. يجيبك يا طولة البال، لأيمتى تضل معنا هي قليلة ترباية وقليلة حياة؟ منتجرة يا رجال منتجرة. سد تمها وتستعين، فهمتي؟ ونحن كمان الحق علينا. بشو الحق علينا؟ المرأة ما بتحب الضرة، فشلون اللي جاي تعدوتها؟ لك أنا مالي طايقة بنوب، نوب مالي طايقة. يتراخ، طول بالك عليها طول بالك. منين بدها تجيني طولة البال؟ من وقت ما فاتت على بيتي حياتي كلها منزوعة، منين؟ Thank you.
أنا بوري كلهم حدا ما تقيلوا علي. أنا باكل قتلي مشانها. شوفي يا مو، خلصت التطريزة بس ضل طراف. يسلموا دياتك، كتير حلوة، ورجيها لعمتك. شوفي يا عمتي. يسلموا إيديك يا عمتي. يلا ساوي لنا شرشف للتخت مشان عرسك. من عيوني يا عمتي. يا مو شو صار مشان فستان عرسي؟ إن شاء الله 4-5 أيام بيخلص أمي. أنا خبرت الخياطة وحتجي لعنا من عند على بكرة الصبح، وخلص كل شي بده إياه رح تساوي، كلف وخياطة ومن ما جميعه. طب معقول يخلص معاها بخمسة أيام؟ عمتي نحن مستعجلين أكتر منك. ربي يخلي لنا إياك يا حق. وأنا ما بتكون تفصلوا لي فستان مشان أشوف حالي فيه بعرس أختي؟ اسمعي شو بدها، لكن معقولة لك أمي أنت أخت العروس وما تلبسي أحلى فستان؟ الله يخلي لي إياك. أمي روحي روحي. الله رايحة. وأنت كمان يا أمو الحقيقة لأختك. ليش يا أمو؟ بدي أحكي جوز كلام مع عمتك وما بدي تسمعي، فهمتي ليش؟ ماشي فهمتي. أمان عم بيقول لي عقلي نعزمها لفخرية خانم على عرس عامر وهي. ما بعرف بس أنا ما برتاح لجيتها أبدا. دخيلك، خلينا نكسر على أنفنا بصلة ونعزمها. خليني أفكر، بس أنا خايفة إذا إجت على العرس تنزعمنا يا. معك حق، بس أنا رأيي نعزمها مشان ما يعتبوا علينا ويعاتبونا مشان الناس. اللي بده يعتب يعتب، بس يعرفوا الحقيقة رح يروحوا يلقوها بالصرامة. لك أختي ليش غلبتي حالك؟ والله ما كان في لزوم. تقبرني ما في شيء من قيمتك واجبك. الله يسلمك. اللي انت طالع ابو شكري بكره من كلبت. اي الحمد لله. وانا دغري رح اجيب كاتب العدل اللي عندك هو ابو شكري خليه يتنازل لك عن كل شيء. لك الله يخلي لي اياك يا غالي. صحيح اخي ما عرفت مين نزل علينا. عرفته بس لا تشغلي بالك فيه لان ما عاد يعيدها بحياته. شو ساويت معه؟ ما ساويت شيء، بس بعد كام يوم بدك تسمعي نعوته على المادني. شو رح تعمل له؟ والله واحد بيفوت على بيوت الناس وبيكشف اعراضها بده قتل. لا تقبرني، لا تقتله وتحمل دمه برقبتك. واحد قليل شرف وعرضه رخيص عليه معناته روحه كمان رخيص علينا. الله يخلي لي اياك يا اخي وتضل سند الي كل عمري. الله يسلمك. شو يا لان راسها ولا لسه؟ لسه. ماشي الحال لشوف شو اخرته معها. طول بالك عليها اخي، طول بالك، ما حيصير الا اللي بدك اياه. على كلين ارجعي حاكيها وقولي لها عاصم بده اياكي وبرضاك يا بي، وإلا بدي حرك عليها الأمانة. طيب وإذا ما قدرت تدفع لك المصاري؟ راح أحبسها. ويا ستي ما عاد بدي أتجوزها بالمرة وخلي تقضي نص عمرها بالحبوس، وبالآخر بدها تدفع المصاري. قالت إيه ونقالت لا. مثل ما بدك أخي، مثل ما بدك. قول تقبرني والله مشانك ساويته. بسم الله. بسم الله. شو بدالك محفوظ؟ كل عمري بعرفك رجال وقضاي. من أين بدك تضعي؟ أنا مالي ضعيف أوك. يا سيد ضعيف وستين ضعيف، وأنا ليش ما عم شفت بالحارة؟ شو بدي أنزل أعمل بالحارة؟ ولو؟ زين مثلك مثل كل هالخلايا، تمشى بالحارة، عود بالقهوة، يا سيدي ساعد أبوك بالشغل. وبشو بدي ساعده؟ استلم الحساب تبع القهوة، وأنت قاعد لا تتحرك، حاسب هالزباين، شلون؟ عمين مثل ما بيقول لك مايزن، أزير على القهوة وغير جو، أي والله القهوة من دونك ما لها طعم. مشان هيك ما عم تعود بالقهوة. اي لهي يعني ما في شي تاني معكر مزاجك مشان هيك ما عم تمرق لعندي عالخان؟ لا ما في. ليش امتى اجى لعنا عالخان؟ من يوم ما فتحوا عمي ابو شكري ما شفته. شبنا ناصير كلمه وبتنقال. صبحي الشباب عم يحكوا مزبوط، انت مو على بعضك بنوب. شلون يعني مو على بعضي؟ شو شايف علينا؟ شو شايف؟ شايفك صافي شاري ابصر بشو عم تفكر وبلش تخرف. لك هيك ها؟ هيك لك محفوظ هاك؟ لك الله وكيلك، ما في شي بالدنيا بيستاهل قدام وقفتك بالحارة.
تأخرنا عندك بالسهرة، رح نتركك تنام وترتاح مشان تشبع نوم وتجي بكرة على القهوة بصحصيح. ما بعرف يا سيدي، إذا ما بتجي لحالك رح أجي لعند منك وأخذك بإيدي. شو قلت؟ وأنا جاي معك أبض. شو عليه؟ منصير اثنين. إيه وأنا جاي معكم. شرف، هاي صرنا إحنا ثلاثة جايين لعندك. يا ريت لو بتسمحوا لي كمان أنا أجي معكم، حابب أشوف الأخ محفوظ وهو عم يدير القهوة بإيده. إيش عليه؟ أنت منا وفينا أخي عامر. شوفه، نحنا كلياتنا جايين لعندك ناخده. خير يا أختي، وين رايح بالليل؟ الله يعين الناس. وين يا؟ وين ما شفتك بالقهوة اليوم؟ شو بنا بالري ما ترد؟ حكينا وخذ غلة. عجبالي احكي معها. ايوه معناها في زعل. لا تقول لي، احكي لشو؟ فضفض رفيقك انا. محجوب، طلع من راسي. خلص لا يطع خلقك بس. رح فوت اعمل لك كاسة شاي. يا ملاك. ملاك. يا ملاك. ليش عم تصرخ مزعزلة يا عيني؟ عم نادي على شنة مرتي. هي بتكون في المطبخ عم بتجيب مي لابنك. شو ابني؟ ابني نايم جوا. ملاك! وطي صوتك هلا. شو وطي ويا ملاك؟ لا شو في؟ شو في؟ ملاك مو بالبيت يا عبي. شو؟ واقف هون؟ مطلع على حالها شوفها واقف؟ الله يوفق. الله لا يوفق. مصيبة، مصيبة المصاري. يخرب بيتك شو عالي صغير. واقف قدامي كمان، روحي دوري عليها. لك روحي دوري عليها، دوري عليها. بتكون هون ولا هون؟ نعم. نعم فضيحة. فضيحة فضيحة. الله لا يوفق. الله يخلصني مني، الله يخلصني مني. أهلين عمي صبح الخير. شو شلونك عمي؟ يا زكي طلع شي حدا من الحارة؟ حدا منين يعني حدا؟ ما بعرف شي واحد أكيد واحد يعني. لا لا إله إلا الله عمي، مين هو؟ إلي شو اسمه؟ ابن مين؟ قال لك طلع ولا ما طلع؟ لك شو صاير لك؟ لك يا ولد حسبي الله ونعم الوكيل. خالص الولد ابنه، الله يعوض على اهله. خالص. ليش قلتي لي جيب الكتب معك؟ لانه قلت لحالي انه ممكن يلزموني، وفعلا لزموني. عم تشتري دكتوره بالحاره؟ ساعدت شويه عالم. بتزعل شيء؟ ما بزعل، بس شفت رجال ما عجبتني. غيران علي؟ قالوا لي انك شفت رجله لمحفوظ قبل ما يقطعوا له اياها. يا ريت شفت له رجله من اول ما وصلت على الحاره، ما كانت وصلت لها المواصيل. شلون يعني؟ كانوا خايفين ياخذوه الدرك، فخبوا القصه وما قالوا لحدا الا لبعد ما كبر الورق. كيف صار معه هيك؟ وقت اللي تصاوب ما عرفوا يداووا، حطوا له على الجرح توم وبصل واللي زاد الطين بله انه جرحه توسع، وجابوا له دواء من العطار وما نفعه بشي. الناس لساتها ماشيه على العادات القديمه، بدها وقت لتتعود على الشيء الجديد. مثل ما انت بتغار علي، ما هيك؟ لاني بحبك كثير، شو اعمل؟ ما لقيتها؟ ما لقيتها يا ابي، ما لقيتها. وين بدها تكون راحت؟ سألت عنها الحارس؟ شلون بدي اسأله يا ابي؟ شو بدي اقول له؟ مرتي طلعت برا البيت. ولي وليش حتى ما تسأله؟ منيح منيح اللي ما سألته، حاكم فضيحة. هلا عقت الحقائق، ملك ما لفوتي على البيت. ولي على قامتي، ولي على قامتي. ولي على قامتك 100 مرة، المرة اللي بتطلع من بيتها بنصعص الليالي وتهرب، هي بيقول عليها تعمل كل شيء. بس ملك مو هيك، مو هيك. هيك ونص، وهي بدها تزلنا، بس ما بيطلع بيدها تزلنا، هي بتزل حالها وأهلها، بطلع بيدها تزلنا بنوب. Thank you.
يا فتاح يا رزاق يا جاد على رضاك جاد. لك شو عم تسوي لك بري؟ بدي يذبحك واخلص منك. ايه شو علي يذبحني؟ لك ليش بدك تتجوزها لنرجس؟ ليش مو حرام عليك؟ هلا انا بدي اتجوزها لنرجس؟ ولك ما حدا رح يتجوزها غيرك يا بهيم. لك انت كذاب وعم تكذب علي. لك مين اللي قال لك مين؟ الحلاق والداعية ام يسر. هدول كلهم كذابين. لا صدق صدق. لك بري نزل الخنجر نزله احسن ما يشوفك حدا يضحك عليك. ومروق لعندي على الديوان يلا. ليش لحتى امروق؟ لك مروق بعدين بحكي لك كل شيء. مروق روح وينك؟ مرت الجاي لما بدك تقتلني قتلني بالفرد مو بالخنجر يا كديش. سيك سيك رولا عندي على الديوان. بالحارة. وين ما كانت تكون رجع على البيت مالها. انت ما بتفهمي؟ مشان الله يا رجال مشان الله خليني ادور عليها بالحارة. وانت اذا طلعتي من البيت رجع عليه مالك. الله يصطفل فيك يا ملك الله يصطفل فيك بهدلتينا بالحارة. خف ابني خف. طب صبحي خير ابو زكي في شيء؟ بدي اسالك سؤال. ليش مبارح عبنا الكلية طلع على الحارة؟ ليك قدامك سألو. ليش لك ابني طلعت على الحارة؟ ليش؟ ما في شيء عمي ما في شيء. لك ابني انا حارس الحارة ولازم اعرف. قل لي ليش طلعت في شيء؟ عمي الله وكيلك ما في شيء خلينا نروح نتغسل. ابقى مرخوت الخبزات. امرك عمي امرك. لك انا مو مشانك مو مشانك انا عم بحكي. ليش عم بحكي؟ شو تخليني تصطفيت تصطفيت. اليوم رح يطلع عمي ابو شكري من الحبس؟ ايه اليوم. شو مالك مصدقة؟ بكرة بس يطلع رح بتصدقي انه عاصم ما كان عم يكذب عليكي. بس ما لحق شنا اولى زيدو ما لحق. ايه بس وافي وافي على جوازتك منه يا نرجس. والله لتعيشي عيشة الملوك ما عاشوها. ما بدي. لكن جهزي حالك للحبس. حبس؟ ايه حبس. وليش لنحبس؟ لانه ما معك تدفعي له الالفين ذهبة. معك او ما معي؟ لا ما معي. معناتها رح تنحبسي لحتى تدفعي له اياهم وغصب عنك. الزعل ما رح يفيدك. وطلب مني اخي اسالك للمره الاخيره لانه بده يتجوزك برضاكي مو غصب عنك. فوافقي الله يرضى عليكي. ومتى ما كتب كتابه عليكي بيسامحك بكل شيء. فكري ووافقي ولا تزعلي أخي مني لأنه عاصم بيك إذا زعل من حدا ببهدله بهدلة إلى أول ما لا آخر. فهمتي؟ سهلا شرفت. بدي اعرفك بحالي. انا عامر قابوق. ايه سمعت عنك سمعت. شرف ارتاح. خير يا ابي شو في؟ ما في شيء بس بدي اسافر عبعلبك بسرعه انا وكل هالعيله. شو هالحكي؟ ان شاء الله بتوصل بالسلامه. سافروا يا ابي مين ماسككم؟ كانك ما فهمت علي يا عاصم بيك. لا افهمني. في 2000 ذهب يدين على المرحوم الوالد الله يرحمه بدنا اياهم مشان ناخذهم بسرعه ونسافر نحن والعيله. ليش خالك ما قال لك؟ انا اللي عامل لك. بدي ارجع بعلبك ومعي كل المصاري. الظاهر انه خالك ما فهمك.
هذا ما المهم. المهم يصيروا المصاري بإيدي. من بعد يا دار ما دخلك شر. شو عم تهددني؟ حسبها كيف ما بدك تحسبها عاصم بيك. يعني الشغلة قنص وسرقة. نحن مو جايين لحتى نقنصها. نحن منشتريك ومنبيعك ومنشتري الحركة اللياتها وما بينقص من مالنا شيء. أنا محامي وبعرف بالقانون منيح. الورقة اللي مع خالي صحيحة 100%، والحق بده يرجع لأصحابه. ولك أنو حق هذا اللي عم تحكي عنه؟ أنو حق؟ أنا لما مات أبي ما في عليه دين ولا برغوت واحد. وأوعى كنت تفكروا إنكم تطبقوا علي المثل اللي بيقول بس وقعت العنزة بيكتروا سكاكينها، لأن أنا لسه ما وقعت وأنا ما رح أوقع. قديش بدك للطالعني؟ والله يا أبو شكري أنت متهوم بقتل دركي. قديش بدك للطالعني؟ الطمع عامي عينيهم وإيدهم سوداء مثل قلوبهم، والشوك اللي زرعوا بإيديهم بكرة رح يطلع بدروبهم. صحيح أنا مؤمن أبي. أنت ابني تقبرني ابني من قلبي وكبدي. لا تخليني أفضح عمايلك أنت وأخوك. قتلك لحفيظة ضرتك. بكرة بكرة رح يكون مصيره. جوزتي واحد قاتل أبوكي وقاتلني وقاتل عمك أبو جوزي. وخليها توافق غصب عنها وتبوس رجلي حتى اتجوزها. تأخذها بالحرام ولا؟ ايه بس بعدين رح أخذها بالحلال. بالحلال. لو مشي ظالم عالحري بيوقع مثل واحد ضري، والحق بيمشي عالجمر حافي وبلاش ناحيتي. اللي ابو شكري وابو صبحي مو راضيانينكم زعيم عالحارة. قلت لك انا الزعيم عاصم بيك. بالحق يا بي، حق عائلتنا يلي انتو بزمانكم تعديتوا عليه. اقتليها اقتليها وخلصي الناس من شرها. عاصم بيك يا انا بيك وعلى اكبر راس فيكم. بيت ابو ناصي. شو هون؟ كشفوا المستور كله. قتلوا سري وخنقوا البسمي، حبسوا الحق ومسحوا الكلمه، نسيوا بحساب الايام الشمعة بتكشف كذب العتمي. كذب العتمي. اللي ما عنده أصل مشتري له كفن.